ازيكم؟ فيديو جديد ومهم عن how to fix the error D07 or D07 in branded washing machine، في الغسالة الفول اوتوماتيك البراندد. ازاي تصلح الغسالة لما يكون ديك على الشاشة او المونيتور الالكترونية الايرور D07؟ طبعا على طول لما تيجي هتشوف كده وتفتح الباب مش هيفتح معاك الباب، يعني في مشكلة. دي هي المظاهر بتاع اخطاء اللي هو D07، وهنشوف دلوقتي مع بعض ازاي نحل المشكله ديت، او هاو تو فيكس ذيس ايرور D07. فولو مي ان ذيس فيديو بيفور يو ار جوينج، بليز سبسكرايب ذا شانل تو ريتش افري نيو اند امبورتنت فيديوز وي ابلود. اشترك في القناه عشان يوصلك كل ما هو جد مهم، باشتراك احنا كمان بنوصل لمحركات البحث زي جوجل ويوتيوب. ما تنساش تدعمنا باللايك عشان تزيد نسبه المشاهدات وعشان ينتشر الفيديو. فلما بنروح نفتح الغساله ونشوف دايره الامان، في ضفيره كده من الاسلاك. الضفيره ديت داخله على ال زي سوكت كده كبير كده، فيه اسلاك كتيره داخله على الموتور. فلو في مشكله في اي سلك من الاسلاك بيدي الايرور بتاعه، او اي كابل بيدي طبعا الايرور بتاعه، و من خلال الايرور دوت احنا بنعرف. فالايرور بتاع من كتالوج المانيوال بتاع الغساله البراندد بيبين ان في مشكله في الكالون بتاع الباب او الوصله السيفتي اللي هو رايح لباب الغساله. ممكن يكون في سام سنسور في عامل مشكله، او اللوك بتاع الباب في مشكله، او الدائره الكهرباء اللي هي بتفتح او بتقفل بتوصل في دائره السيفتي بتاعه الغساله عموما فيها مشكله. ففي الغالب انت لو فتحت السوكت دوت هتشاف، ممكن تلاقي مثلا سلك ده ايه مفكوك مثلا، او الجزء اللي هو مرتبط بالدائره دي مرتبط عن ناحيه الباب مملحها مثلا. ففي افكار كتيره جدا انت ممكن تشيك وتفتح. لازم تفتح الغساله طبعا، ولما هتفتح الغساله انت هتشوف المشكله ايه وتحلها. ده الموضوع ببساطه شديده يعني. انت كل هتعوز عده اللي هتعوزها شويه مجموعه مفكات طبعا، ممكن زراديه، ممكن زي حاجه تمسك بيها، ومغناطيس عشان تجمع المسامير، او تبقى المفك عليه مغناطيس عشان المسمار ما يضيعش منك ويقع وتقعد تدور عليه ويلخبطك. ده الموضوع اللي هو ببساطه كده، موضوع سهل مفهوش اي مشاكل. ان شاء الله هتحل المشكلة وهتوصل للعطل، ولما توصل للعطل هتلاقي انك انت تقدر تحل المشكلة ديت وتيجي تشغل، ما يحصلش ايه الايرور دوت. طالما ما حصلش الايرور اللي هو D07 يبقى انت في الحالة ديت انت المشكلة بتاعتك اتحلت. المشكلة ايه؟ اتحلت خلاص كده. ده الموضوع ببساطة يعني انت تقدر تشوف الكلام دوت وتحله وتلاقي معاك الحلول موجودة. تمام، دي الغسالة البراندد. غسالة مهمة جدا، بتتميز جدا ان هي يعني فيها زي مايكرو شيب كده بيظهر لك الاعطال. اهو دي اللي هي المونيتور بتاعتها بيبين لك العطل والايرور وكل حاجه ودرجه الحراره والبرنامج فين. حتى البرنامج بتاعها الكترونيك، ما هوش ميكانيكال زي الغساله مثلا زانوسي، لكن هو الكترونيكالي شغال. دي برضو موديل تاني والشاشه متغيره اللي هي البراند. هي براندد وهي براند فعلا، يعني هي غساله محترمه جدا جدا جدا. لو عندك سؤال اسال، وما تنساش تضغط على لايك وشارك الفيديو مع الاخرين حتى تعم المنفعه، وهتلاقي فيديوهات كتيره بخصوص الغساله الزانوسي والايديال وال 14 برنامج وال 18 برنامج والحاجات دي.
زي ما قلت لك احنا برضه بنشتغل في البرمجه، في التداول الالكتروني والبورصه. هي قناه متنوعه ما تزهقش منها، هتلاقي فيها حاجات كويسه. بنعلم شطرنج برضه ساعات، يعني قناه هتعجبك جدا 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 جدا. بننزل منح طبعا للطلبه والجامعيين ووظائف. كان معكم مهندس ومعلم اسامه غندور، شكرا جدا لاستماعكم. ما تنساش تضغط لايك، شارك الفيديو، واكتب اي سؤال وانا هحاول ارد عليك في اسرع وقت.